يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله، نكرة في سياق النفي، فأين النفي وفقكم الله؟ ما هو بنفي هذا، ما بكم، ما بكم هذا اسم موصول، والاسم الموصول من صيغ العموم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا؟ هو نفي، هو يعني اسم موصول أو اسم شرط، واسم الشرط أيضا مثل اسم الموصول من صيغ العموم. نعم.